السلام عليكم، سميتي حسني، قررت باش نفتح قناة في اليوتيوب. قناة هذه تكون مختصة في السفر، ونشوفوا أماكن جديدة ونعيشوا تجارب جديدة. وأول سلسلة إن شاء الله هذه تكون بالدراجة الهوائية من ألمانيا، بالضبط مدينة كوبلينز، إلى إسبانيا. غادي ندوزوا على سويسرا وعلى فرنسا ونعيشوا تجارب جميع. ليتس جو. دابا راني بعيد على مدينة كوبلينز تقريبا شي 4 كيلومتر ولا. وجبة غداء، شنو كيقولوا هذا؟ الفقوس، ما عرفتش الفقوس ولا الخيار. المهم كيعطي فيتامين سي. إن حتى ألمان دايرين تور. وصلت لمدينة بوبارد، هي هذه اللي مورايا، ما عرف شحال باقي لها، شي 1000 متر كيلومتر ولا 500 متر ان شاء الله. ندخل نتقدم لنا سوبر ماركت. المهم كنديروا العشاء بالروز، الروز والبيض. يا ذي الخيمة بيكالا. أنا وقت الأكل يقول ما هنا ذي الخيمة ديالي. عادي فاف نهر الراين. Thank you.